تعتبر شركة أحمد أبو دبور وإخوانه من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تجاوزت خبراتها في هذا المجال 15 عاماً عملت خلالها على إنتاج منتجات عالية الجودة تتناسب مع إرضاء كافة عملائنا. لقد أخذت الشركة على عاتقها تطوير منتجاتها بما يتناسب وأرقى المواصفات العالمية، مما أهلها لتكون رائدة في إنتاج المعمول والكيك وغيرها الكثير من الأصناف المميزة والتي تجاوزت 50 صنفاً، وقد تفردت الشركة بطرح منتجاتها بصورة متميزة شكلاً ونوعاً. كما ويسجل للشركة عدم اقتصارها على الاستثمار المادي والتنمية الاقتصادية وحسب، بل تعدت ذلك باستثمارها المدروس للطاقات والعقول البشرية المنتجة، حيث عقدت عدة برامج تدريبية تأهيلية من شأنها استيعاب وتطوير الطاقات البشرية والاستفادة من العقول الخبيرة ورفد العالم الصناعي بها، والتي اتبعتها الشركة حصولها على الشهادات التي تعكس جودة منتجاتها ونجاح سياساتها. يتم تحضير المواد الأولية والمواد المطلوبة لعملية المزج والخلط لتحضير المعمول عن طريق وضع المواد الأولية وسحب باقي المكونات الأخرى بواسطة الماكينات المعدة لهذه الغاية، ثم تأتي مرحلة الحشو والتشكيل عن طريق وضعها بالماكينة المخصصة لذلك، وكل ذلك بإشراف أفضل الكوادر المدربة والمجهزة. ثم تنتقل الحبات بعد الحشو والتشكيل إلى خطوط ناقلة دون لمسها بالأيدي لتدخل الفرن، لتبدأ عملية الخبز بعد تعديل الحرارة عن طريق مراقبة الجودة للحصول على منتجات محلية ذات جودة عالمية. وبعد خروجها من الفرن يتوجه المنتج لأبراج التبريد التي تم إعدادها لإعطائها أفضل المنتجات جودة وألذها طعماً. وعند انتهاء مرحلة التبريد نكون قد وصلنا للجزء الأخير من هذه العملية، وهو التغليف على ماكينات معدة وحديثة لتغلف المنتج بطريقة صحية وآمنة لتحفظ المنتج من جميع العوامل الخارجية. وهنا نكون قد وضعنا هذا المنتج بين يدي المستهلك بطريقة صحية وآمنة. معمول ياسمين بالتمر، معمول ياسمين بالفستق الحلبي، معمول ياسمين بالراحة، كيك ريمي بنكهة الشوكولا، كيك ريمي بمربى التفاح، كيك ريمي بنكهة الفراولة، لين كيك بجوز القلب والقرفة، لين كيك بمربى الفراولة، لين كيك بالشوكولا، فاندايز بنكهة الفراولة، فاندايز بنكهة الكاكاو. شركة أحمد أبو دبور وإخوانه.